بسم الله الرحمن الرحيم. طريقة ثانية عشان نمنع سكن انجكشن اتاك، نعمل عملية اسكيب للكاركترز. افترضوا مثلا بدي اليوزر يدخل اليوزر نيم وباسورد. هلا في بعض اليوزر نيم تحتوي على سنجل كوتيشن، فانا ما بقدر اجي اعمل عملية انبوت فاليديشن واجي امنع السنجل كوتيشن. بهذه الحالة اليوزر ما راح يقدر يكتب اسمه مثلا بالطريقة اللي هو متعود دائما يكتب اسمه فيها. طب اذا انا بدي اسمح لليوزر يدخل سنجل كوتيشن، بس بنفس الوقت انا ما بدي استخدم السنجل كوتيشن عشان يعمل اسكيل انجكشن اتاك، بهذه الحاله بنقدر نعمل عمليه اسكيبنج. الفكره موجوده في لغات برمجه مختلفه. افترض مثلا، خلينا الفكره ممكن شفناها بالسي بلس بلس. افترض مثلا بدي اجي اطمع كلمه هلا بداخل دبل كوتيشن. هلا نيجي نحكي له بالسي بلس بلس اطمع لي كلمه هلا بهذا الشكل، الاوتبوت راح يطلع هلو بدون الدبل كوتيشن، لانه هو بيعرف انه بالسي بلس بلس الدبل كوتيشن بالعاده بنحط كل سترينج داخل الدبل كوتيشن وبطبع لي الاشي الموجود بداخل الدبل كوتيشن. طب لو اجينا هون حطينا دبل كوتيشن وحطينا هون دبل كوتيشن عشان يطبع لي الدبل كوتيشن، واجينا عملنا كومبايل بالسي بلس بلس راح يعطينا ايرور، فهون حيكون كونفيوز، ما راح يعرف هاي الدبل كوتيشن هل هي فعلا دبل كوتيشن عشان يطبعها، ولا هل هي دبل كوتيشن عشان يسكر الدبل كوتيشن الموجودة هون. هو فعليا راح يتعامل مع السي بلس بلس راح يتعامل مع هاي الدبل كوتيشن انه يسكر الدبل كوتيشن الاولى، هون راح يعطيني سينتاكس ايرور. طب اذا بدي اطبع الدبل كوتيشن فبعمل عملية اسكيبنج، بنحط الباك سلاش، اذا عملنا هنا run بالسي بلس بلس راح يطبع لي اياها. فهون الدبل كوتيشن ما اخذها جزء من الكود، اخذها as a string جزء من السترينج. هذه هي عبارة عن عملية الاسكيبنج. فمثلا نيجي هنا باليوزر اي دي، اوكي رقم واحد راح يعطيني معلومات. إذا جينا نعمل attacks SQL injection attack نقول له or 1 equal 1 نحط له هنا number sign، نعمل submit، عمل عملية escaping وتعامل معها أساس إنها جزء من الكاركتر. طبعا هنا بس ملاحظة بسيطة، أجي طبع لي أول user لأنه أنا عم ببعث له ال ID as a string لل database، وبال database ال ID مخزن as a number، فلما أعطيه string ويقارنه مع رقم راح يقارن الأرقام راح تظهر في البداية، إذا عمل ماتش راح يحمل الإشي الثاني. يعني هو الإشي الأنسب لما أجي أعمل كويري للداتابيز أبعثه رقم لأنه أوريدي أنا مخزنة بالداتابيز as a number. بس هنا بس عشان نشرح فكرة الإسكيب كنت أبعتها as a string. الكود أوريدي في كود جاهز بال PHP مثلا، فهي عندنا هنا real escape string، وأنا بعطي البوست اللي عم بيجيني او الفاريبل اللي عم بيجيني من اليوزر بعمل له عمليه اسكيبنج قبل ما اجي اعمل اكسكيوت لهذه الكويري. فهي طريقه برضه مختلفه مشان نمنع او نقلل من تاثير السكيور انجكشن اتاك.